أغلب سكانها لا يتكلمون ولا يسمعون. تعرف معنا على قصة قرية الصمت في تونس. قرية الصمت في تونس، أو ما تعرف بقرية برج الصالحي التابعة لمعتمدية الهوارية بولاية نابل، هي قرية نادراً ما يتم تناقل أخبار عنها أو عن حقيقة ارتباط صفة الصمت بها. فسكان هذه القرية الواقعة على بعد أكثر من 100 كيلومتر عن العاصمة تونس يعيشون كعائلة واحدة، ويعد فقدان السمع والنطق أكثر ما يميز ساكنيها، إذ إنه في بعض الحالات هناك عائلات يعاني كل أفرادها هذه الحالة، حتى إن لغة الإشارة التي ابتكروها خاصة بهم ولا يمكن لأحد من خارج القرية فهمها أو فك شفرتها. ويرجع السبب الرئيس لانتشار الإعاقات في قرية برج الصالحي إلى زواج الأقارب بسبب التقاليد التي لطالما تم اتباعها، حتى إن الزواج من شخص لا يسمع ولا يتكلم لم يكن يمثل عائقا بالنسبة لهم. وفي المقابل فإن بعض المتساكنين يؤكدون تقليص هذه العادات خلال السنوات الأخيرة للحد من ولادة أطفال لا يتكلمون أو لا يسمعون. ويعمل أغلب سكان القرية في صيد الأسماك بمعدات بسيطة تم صنعها يدوياً، فالظروف المعيشة الصعبة التي تتم مواجهتها في هذا المكان قد فرضت عليهم محدودية في الخيارات، فهم لا يجدون غير البحر ملاذاً لسد رمق عيشهم، فلا مرافق ولا خدمات متوفرة في هذه المنطقة الذي يرى سكانها أنهم معزولون بين الجبال والبحر، ولا من مجيب لمطالبهم بتحسين ظروف عيشهم.